أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من صحافة الغد وأبرز منشطات صحف مصر اللي هتكون موجودة في النسخ الورقية بين إيدين حضراتكم بعد ساعات. البداية بأبرز العناوين. من جريدة الشروق، رئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 157 من ضباط الصف المعلمين. وما زلنا مع الشروق، تنسيق المرحلة الأولى 97.7% لعلم علوم و95% للرياضة. من الوفد، رئيس الوزراء يقول حريصون على تقديم الدعم الكامل لأهالي سيناء. من اليوم السابع، بلومبرج تقول القاهرة تجني ثمار الإصلاح بعد اختيار الطريق الصحيح. وأخيرا من مصر اليوم، التموين إيقاف نظام صرف الخبز والتموين 10 ساعات غدا. طيب، نرجع لحضراتكم مرة تانية ونبدأ نشوف أول هذه الأخبار والتفاصيل الموجودة في هذا العنوان أو تحت هذا العنوان، جريدة الشروق الصفحة رقم 4. عنوان الخبر نذكر حضراتكم: الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 157 من ضباط الصف المعلمين. هذه الدفعة هي دفعة الشهيد البطل رقيب أحمد محمد عبد العظيم اللي استشهد في 4 فبراير 2016. القوات المسلحة لا تنسى أي فرد من أفرادها يستشهد دفاعا وحماية لأرض وتراب ومصالح هذا الوطن، إن كان ضابط أو مجند أو صف ضابط، أي شخص ينتمي إلى المؤسسة العسكرية عندما يستشهد دفاعا وأداء لواجبه أو أثناء أداء الواجب لا تنساه أبدا مؤسسته ولا ينساه أبدا الجيش المصري ومصر كلها، ويتم تكريمه التكريم اللائق، وإن كان طبعا أي تكريم لا يعوض فقدان روح وحياة، لكن عسانا يعني أو عشمنا إن هذه الروح يعني ذهبت إلى بارئها وهي تؤدي واجبها على أكمل وجه. الحفلة دي بدأت بتقديم طلبة المعهد عروض لمهارات بدنية فيها اشتباك وفنون قتال وتلاحم وعدد من تمارين الإعداد البدني اللي بتؤدى طبعا بشكل يومي داخل المعهد وداخل كل الكليات العسكرية. الطلبة رددوا جملة صغيرة هي إفريقيا في القلب، وهنا رسالة أخرى ورسالة لها أكثر من مغزى. طبعا الاتجاه المصري نحو إفريقيا اتجاه واضح جدا منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية. عندما تصل مثل هذه الرسائل المدروسة بعناية إلى الأطراف الإفريقية الصديقة، عندما تتحدث أخبارهم وصحفهم عن هذه الفكرة الجديدة إلى حد ما، طلاب المعاهد العسكرية أو معهد عسكري في حفل تخرجهم يرددوا أن إفريقيا في القلب، فهذه رسالة واضحة المعالم ومتكاملة الأركان لكل من يعني يعيش فوق أرض هذه القارة. أفريقيا، أفريقيا في القلب ومصر في قلب القارة الإفريقية. العرض اللي شاهده الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة كان مشارك فيه 3800 مقاتل. طبعا اللوحات اللي كلنا عارفينها في حفلات تخريج طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بتحتاج أعداد كبيرة وتدريب لمدة طويلة على الإتقان والتنظيم والتنسيق. إلى جريدة الشروق وعنوان جديد من الصفحة الأولى للجريدة عن التعليم، تنسيق المرحلة الأولى 97.7 لعلمي علوم و95 في المئة لعلم رياضة و80% للأدبي. الخبر أو العنوان الفرعي: إقبال كبير على تظلمات الثانوية العامة وبدء تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية اليوم، يعني يوم الأربعاء. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت فتح باب تسجيل الرغبات لمرحلة الأولى من التنسيق لحد يوم الخميس 25/7. الطلاب أو الحد الأدنى في هذه المرحلة الأولى من التنسيق
398 درجة فأكتر لعلم علوم وشعبة علمية علم رياضة هتبقى الحد الأدنى ليها 389.5 درجة، وإجمالي عدد الطلاب اللي هيكونوا مندرجين من علم رياضة في هذه المرحلة الأولى من التنسيق 14690 طالب، في علم علوم 30152 طالب. يتبقى الشعبة الأدبية في مرحلة التنسيق الأولى هيكون الحد الأدنى 328 درجة اللي هو تقريبا 80%. إجمالي عدد الطلاب اللي ليهم الحق ضمن المرحلة الأولى من التنسيق في الشعبة الأدبية 98471 طالب وطالبة. طبعا في يعني زيادة محددة في عدد طلاب المرحلة الأولى السنة دي، الزيادة دي مقدارها 16596 طالب وطالبة، وده بيؤكد اللي قلناه يوم إعلان النتائج إن ارتفاع حدود الكليات أو ارتفاع الحدود الدنيا للقبول بالكليات المصرية، خاصة مع ارتفاع المجاميع بشكل عام، وأيضا ارتفاع نسب النجاح اللي كانت واضحة جدا وبعدد كبير هذا العام عن العام السابق. إلى جريدة الوفد والصفحة 3 وخبر جديد عنوانه رئيس الوزراء حريصون على تقديم الدعم الكامل لأهالي سيناء. أين جاء أو في أي يعني معرض وحدث جاء هذا التصريح؟ هذا التصريح جاء في استعراض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتقرير عن الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء. رئيس الوزراء استعرض هذا التقرير وأكد حرص مصر والمؤسسات الحكومية والدولة على استمرار تقديم كل الدعم لأهالي شمال سيناء من التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات، وأيضا تقديم الإعانات والمساعدات النقدية وتوفير جميع السلع والخدمات الطبية المختلفة لأهالينا المصريين في سيناء. التقرير اللي استعرضه رئيس مجلس الوزراء اتكلم عن شهر مايو 2019 تحديدا، وكان في مجموعة من الأرقام يعني ذات مغزى. لو على سبيل المثال هنقول انه في شهر مايو 2019 تم صرف مبلغ 88900 جنيه من ديوان عام المحافظة، دي كانت مساعدات ومنح وإعانات الوفاة والإصابة لصالح 24 حالة من أبناء المحافظة. تم صرف من وزارة التضامن الاجتماعي مبلغ 7,537,730 جنيه، وده في أكتر من بند اللي هم معاش ضماني وتكافل وكرامة وصيادين ولمعدومي الدخل. وده طبعا العدد بقى اللي استفاد من أهالي سيناء من هذا الرقم اللي هو أزيد من 7,500,000 بقليل، كان 11,941 مستفيد ومستفيدة من أهل شمال سيناء. قطاع الصحة كان ليه نصيب أيضا في هذا التقرير، الرصد حتى شمل من ترددوا على المستشفيات وكان عددهم 5,319 شخص في مختلف التخصصات، توجهوا إلى المستشفيات للحصول على خدمات طبية زي تشخيص وما إلى ذلك. حتى في بعض الأمور أو بعض الأرقام أيضا يعني تبدو بسيطة، أن مثلا تم توزيع 3 كراسي متحركة، المسألة قد تبدو رقم هزيل 3 كراسي متحركة، لكن تخيلوا أن الفارق اللي يصنعه كرسي متحرك واحد في حياة شخص من ذوي الهمم المصريين في شمال سيناء، عندما يتيح له هذا الكرسي المتحرك فرصة الخروج والتعامل وربما انه يرجع يشتغل تاني بشكل او باخر، يرجع ينخرط مع الناس. تخيلوا الفائدة اللي بتعم على مش شخص واحد هنا، على اسرته كاملة. فهنكتشف ان 3 كراسي يتم توزيعهم في شمال سيناء، دي حاجة مهمة وقيمة. اخر ما جاء في هذا التقرير انه تم صرف تعويضات مالية من ديوان عام المحافظة وصلت ل 2 مليون إلى 275,000، مش 2 مليون، 275,000 جنيه، ودي لصالح 81 حالة في رفح والشيخ زويد، ودي كانت في صورة تعويضات مالية.
دي كانت صورة عامة عن الخدمات اللي قدمت لأهالي شمال سيناء، لكن بذكر حضراتكم أنه هذا التقرير عن ما قدم لأهالي شمال سيناء في شهر واحد فقط هو مايو 2019، ويمكن القياس على هذا المنوال لباقي الشهور. أتوجه مع حضراتكم إلى جريدة اليوم السابع والصفحة رقم 3، عنوان الخبر بلومبرج: القاهرة تجني ثمار الإصلاح بعد اختيار الطريق الصحيح. بلومبرج طبعا وهي شبكة اقتصادية أمريكية معنية بالأوضاع الاقتصادية والمؤشرات الاقتصادية بشكل عام، صرحت أن مصر الأعلى جذبا للاستثمار وتراجع معدل التضخم لأول مرة منذ قرار التعويم. شبكة بلومبرج في تقرير نشرته على موقعها قارن بين الإصلاحات الاقتصادية أو فكرة ومنطق الإصلاح الاقتصادي في دولتين هما مصر ونيجيريا، اللي كانوا الاثنين عندهم أزمة عملة وكان في تشابه إلى حد ما في طبيعة الأزمة الاقتصادية في البلدين، لكن طبقا للي قالته وكالة بلومبرج فالتعامل المصري كان أكثر نجاح وأكثر نجاعة في مواجهة الأزمات الاقتصادية الموجودة، في حين أن نيجيريا ودق تقرير بلومبرج الجرس لنيجيريا لكي يعني تحول مسارها أو على الأقل تحول تفكيرها وترى ماذا صنعت مصر بسياستها لكي تستفيد وتحاول تطبيق ذلك على أرضها. خلونا نفهم إيه الفرق بين مصر ونيجيريا في هذه الحالة من الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. دكتور هشام أهلا بحضرتك. دكتور هشام حضرتك سامعني؟ طيب هنحاول نرجع للدكتور هشام إبراهيم ونسأله عن الفارق اللي الفارق في النهج الاقتصادي أو النهج العلاج الاقتصادي لأزمات الاقتصاد اللي مشيت بيه مصر ومشيت بيه نيجيريا، واللي وصل النهاردة إن يبقى فيه عنوان لهذا التقرير من بلومبرج: فجوة التضخم تذكير لنيجيريا على مسار مصر الصحيح. يعني الوكالة بتقول لنيجيريا بصي شوفي مصر عملت إيه عشان يعني تدرك أو يدرك صانع القرار الاقتصادي في نيجيريا أنه ربما لم يأخذ الطريق الأكثر سلامة أو الأكثر صحة في هذا التوقيت وفقا لنفس المعطيات اللي كانت بتمر بيها الدولتان في نفس الوقت. طبعا يعني مش محتاج أذكر حضراتكم أن مصر بتردد مرارا وتكرارا أنها بتقوم بإصلاحات هيكلية في قطاعاتها الاقتصادية والمالية وبتسير على عدة اتجاهات متوازية علشان في النهاية ترتفع المؤشرات العامة للاقتصاد، والأهم أن يشعر المواطن بتحسن يعني الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. هنحاول نرجع تاني للدكتور هشام إبراهيم بعد قليل. أروح لخبر من المصري اليوم والصفحة 3، الخبر عن التموين وإيقاف نظام صرف الخبز والتموين 10 ساعات غدا. وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أنه في أعمال صيانة دورية بمركز المعلومات الخاص بنظام الخبز والتموين للبطاقات الزكية، فحيتم إيقاف السيستم أو النظام اللي يعني بيربط هذه المنظومة مع بعضها البعض إلكترونيا لمدة 10 ساعات بكرة. الوزارة أضافت أنه هيتم إيقاف السيستم ده اعتبارا من الساعة 7 مساء الخميس المقبل. هنا طبعا الجريدة العنوان بيقول غدا ودي جرايد بكرة، فغدا يعني الخميس، يبقى الإيقاف ده هيكون من الساعة 7 مساء يوم الخميس القادم وحتى 5 صباحا يوم الجمعة القادم إن شاء الله، وده لنظام صرف الخبز والتموين في مختلف أنحاء الجمهورية. وطبعا واضح أنه يعني اختيار التوقيت له مغزى، أنه ده توقيت يصعب التعامل فيه أو مش يصعب، أكيد يقل التعامل فيه مع هذه المنظومة، أو على الأقل ما هواش الساعات الحساسة أو الساعات اللي فيها ضغط على كل المرافق بشكل عام، فبالتالي فيه فرصة إن مصالح الناس والمواطنين لا تعطل. هنبقى مع جريدة المصري اليوم وحنرجع إلى الصفحة الأولى وحنقرأ من هذه الجريدة: السعودية تسمح بفتح المحال التجارية في أوقات الصلاة. طيب هذا تغير يعني الحقيقة نوعي
في طريقة التعامل السعودية مع المسائل التجارية في أوقات الصلوات. طبعا يعني اللي سافروا السعودية، اللي عاشوا فيها، اللي قاموا بالحج والعمرة، يعلموا جيدا إن وقت الفروض تغلق المحال ويمنع فتح المحال في هذا التوقيت. وأعتقد أنه بيخالف أيضا من يعني يفعل غير ذلك، يعني اللي يفضل فاتح محله بيخالف وبتوقع عليه غرامات. لكن الجديد أن السعودية قررت ولأول مرة أن ممكن المحال تستمر في عملها التجاري وقت الصلاة، لكن حيتم، وده الخبر على عهدة وكالة الأنباء السعودية، أنه حيتم مقابل دفع مقابل مادي لهذه الخاصية، يعني مش أي محل أو مش أي منشأة تجارية. وتم وضع بعض الصلاحيات لوزير الشؤون البلدية والقروية اللي بيحدد يعني العمل بهذا القرار، واللي بيعطي تصريح ضمني بالعمل في أوقات الصلاة. اسمحوا لنا برضو نرجع تاني لخبر التمويل والتقرير الأخير اللي صدر من وكالة بلومبرج الاقتصادية، وعنوان الخبر كان القاهرة تجني ثمار الإصلاح بعد اختيار الطريق الصحيح. ورجع لنا الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. دكتور هشام، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير، تحياتي لحضرتك وسهلا مشاهدينا. مساء النور. دكتور هشام، يعني التقرير بلومبرج اتكلم عن، أو يعني أشار بشكل لا يحتمل الجدل، إن ربما مصر ونيجيريا كانوا بيعانوا بشكل متقارب اقتصاديا. مصر أخذت نهج ونيجيريا أخذت نهج آخر، لكن التقرير بيوضح إن الاتجاه المصري كان الأكثر صوابا. فلو تضعنا في صورة الفرق بين التعامل المصري والنيجيري مع الأزمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وإزاي مصر من وجهة نظر بلومبرج أو من وجهة نظر الاقتصادية والخبراء التعامل الأفضل أو بتمثل التعامل الأفضل؟ بحكم قراءتنا للتاريخ والبرامج الاقتصادية اللي طبقت على مدار سنوات طويلة في العديد من دول العالم، أتصور ما أصبح شبه مؤكد أسباب النجاح وأسباب الفشل. عادة التزام قوي من جانب الدولة والحكومة بيكون أهم أسباب النجاح. عادة مراعاة درجة من العدالة ومتابعة البعد الاجتماعي من عوامل النجاح. أعتقد هذين العاملين هما كان كلمة السادة في البرنامج المصري، إنه رقم واحد كان فيه التزام قوي من جانب الدولة، من جانب الحكومة، والتفاف وطني شعبي على هذه القرارات على الرغم من صعوبتها وقسوتها، إلا إنه كان الكل عايز ينطلق ويعبد الممر الأخرى. والأمر الثاني إنه كان المهم يكون في إطار من العدالة والزعارة البعد الاجتماعي. عشان كده الحقيقة الحكومة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي كان الحقيقة مصدة قوية لعدد البرامج، فكانت تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي، وأيضا كان في إلى حد ما بعض الأفكار الجديدة فيما يتعلق بنشر منافذ علشان ما يكونش الحقيقة المواطن أو المستهلك فريسة لمزيد من الجشع والاستغلال من جانب المنتج والتاجر والبائع. أتصور أنه بين العاملين ما يتحقق ما يتعلق بدرجة التزام الدولة وما يتعلق بوجود عدالة حقيقية في تطبيق هذا البرنامج، بمعنى أنه العبء الأكبر من الإصلاح يتحمله الأغنياء ولا يتحمله الفقراء هو ما نجح البرنامج. وعلى النقيض من هذا، كل برامج الإصلاح الاقتصادي اللي فشلت على مدار التاريخ وعلى مستوى العالم كان دوما هذين العاملين هما العائق امام النجاح. وبالتالي اللي عايزين ناكد عليه انه البرنامج المصري الحقيقه، واؤكد عليه انه كان برنامج مصري خالص، لانه عاده الحقيقه البرامج الاصلاحيه اللي بتتم بتنسيق وتعاون مع الصندوق عاده بيكون في حال فرض املاءات من جانب الصندوق عنيف بيصادف هذا البرنامج الفاشل. لكن هي مصر كان لها بعد وحس فيما يتعلق به الى اي مدى يتقبل له، ما هو اوجه العوائد الحقيقي داخل السياسات الماليه والنقديه، وبالتالي هي كان كلها الحقيقه برامج وخطوات من نبع المسؤولين المصريين. وتصور انه كان في استشاره كبيره من كل المعنيين بهذا البرنامج، وبالتالي نقدر نقول انه النجاح كان متوافق لهذا البرنامج، واحنا شايفينه على عده مسارات.
يتعلق بمعدل التضخم اللي ارتفع وصل لحوالي 35%، احنا النهارده بنتكلم ما دون ال 9%. ما يتعلق بمعدل البطاله كنا بنتجاوز 13%، احنا النهارده بنتكلم 8.1%. معدل النمو الاقتصادي كنا بنتكلم في حدود 3.8%، احنا النهارده بنتكلم على 5.6% معدل للنمو الاقتصادي. ما يتعلق بالصافي الاحتياطي من النقد الاجنبي، احنا وصلنا ل 4.5 مليار دولار، كنا تقريبا بنتكلم في 18 مليار دولار قبل الاصلاح الاقتصادي. فالحقيقه لدينا امود عده يمكن من خلالها الحكم على نجاح الاصلاح الاقتصادي، مؤكد ما صدر من تقارير خلال الاشهر البعيده الماضيه. نعم. اخيرا كان بالتاكيد تقرير بلومبرج، وسبق الحقيقه منذ ايام او ساعات تقرير مؤسسه الايكونومست، الحقيقه كله كان بيشير الى انه مصر كان الحقيقه وتحسن مناخ الاصطناعي كان من بين اهم النجاحات اللي حققها في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي. انا اشكرك شكرا جزيلا الدكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره. إلى جريدة اليوم السابع والصفحة رقم 10، حسن شحاتة يقترب من العودة لتدريب منتخب مصر بعد 8 سنوات. المعلم يتصدر قائمة المرشحين ويختار الصقر وحمادة صدقي والحضري ضمن جهازه المعاون. حسن شحاتة زي ما بيتكلم الخبر، المعلم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر يبدو أنه بيقترب من العودة مجددا لتدريب الفراعنة في الفترة المقبلة بعد إقالة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري، ده طبعا على خلفية الخروج المبكر من كاس أمم أفريقيا من الدور الـ16. في أنباء قوية زي ما بتقول جريدة اليوم السابع أنه يعني قرب التوصل لاتفاق مع حسن شحاتة أنه يعود ويرجع تاني للمنتخب، علشان يعني الهدف القادم وهو التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون وتصفيات كاس العالم 2022. اعتقد ان طبعا يعني لا يختلف يعني حد ان فترة حسن شحاتة كانت من اكثر الفترات المصرية الكروية الحديثة ثراء، كانت قيادة لها وضع ورونق، احرز 3 بطولات افريقية متتالية، وده انجاز مصري يعني حقيقي خالص. كل ده بالتأكيد في دماغ أو في ذهن صانع القرار، لكن طبعا تبقى أن الكرة هي مسألة متشعبة كثيرا، وفيها صناعة وفيها اقتصاد وفيها أيضا حسبة لا يمكن نكرانها، وهي الجماهير وامتصاص غضب الجماهير دي أحيانا ومحاولة إرضاء الجماهير، وفي النهاية كل هذا بيصب في صالح أن يرتفع العلم المصري مع نتائج جيدة في كل البطولات والمحافل. هنرى من يكون مدرب الفراعنة الجديد، وإن كنت أنا شخصيا أتمنى أن يعود حسن شحاتة. إلى اللقاء في حلقة قادمة من صحافة الغد إن شاء الله غدا وفي نفس الموعد.